على طول الغياب في الملعب الجديد، العين يسجل هدف. هذا العمل حبه بارك من جمهور العين، ان شاء الله بنفوز اليوم. ان شاء الله. الحمد لله الجول وقت حلو. صعوبة. ان شاء الله نتم لنهاية المباراة وعلى الجول هذا. تعدي على خير. الظفرة صعب عليها، جاي طالع منك الظفرة. ملعب جديد احتفالية، وهو يبغى يحتفل ويانا، وهنا كان نت قوي، بس الحمد لله ان شاء الله نبي نخلصها. هدف تعادل يا في وقت قاتل. ما بتكلم، زعلان ما بتكلم. مو واثق تقول بفوز المباراة؟ لا بفوز ان شاء الله. صعبة الدقيقة 84. لا ان شاء الله بفوز. العين هذه السنة يعني انا مو بعيناوي، بس كنت ابغى اشوف العين اللي نعرفه، الزعيم العيناوي، زعيم الكرة الاماراتية. ما ادري هالسنة العين شو مشكلته؟ هل هي محترفين؟ هل هي إدارة؟ ما أعرف، لكن بس حرام هالجمهور والله يطلع زعلان، والله حرام. يقول تعادل حبايب بالنسبة للظفر. هي تعادل حبايب بالنسبة للطرف الثاني، بس لطرف هالجمهور. مكسب للظفر اليوم. مكسب للظفر نعم، بس لهالجمهور حرام. خسارة تعتبر. والله حرام إذا ما يتم اليوم مع الفوز هذا، الأجواء الحلوة الكرنفالية اللي نشوفها اليوم في استاد الزاعي بن زايد. يعني أجواء والله حلوة واحتفالية والكل فرحان، بس لكن قول الظفرة في آخر خمس دقائق. ند قوي الظفرة. والله الظفرة يعني مش يعني شو أقولك، يعني الظفرة فريق محترم للأمانة، بس العين كان ماسك زمان من المباراة وكبرها، إلا إن كل آخر دقائق العين استهان في آخر شيء. خلى الظفرة يمسك الكرة وسجل الظفرة من كرة مرتدة. شو قلت لك؟ أنا شو قلت لك توه؟ الفوز آخر دقائق. شو قلت حرام ما كملت والله. اوفسايد يا اخي، حرام يا اخي، والله حرام يا اخي. حكم هني اي قرار يتشاور عليه، كيف حكم انت تتشاور على القرار، تعطي ولا ما تعطي؟ فرحه ما كملت اليوم. شو ما كملت بسبب الحكم هذا يا اخي، تعبان والله العظيم. افتتاحيه حبايب. والله نتيجه اعتقد ما هي عاد، ما سوى شيء العين اليوم. الظفره بعد لعب يعني وحاول انه يدافع عن نفسه. صحيح صحيح، لكن ما في مستوى، يعني مستوى ما في. الزفرة ما عارف انه وصل قبل النهائي، في ناس كثيره طبعا مريحها المدرب، في عندنا بندر برضو لاعب مؤثر، لكن الحمد لله نقول الحمد لله رب العالمين، نتيجه كويسه، مركز كويس ثابت في ترتيب الجدول. المهم ان احنا نقهر الزعيم، احنا قاهرين الزعيم في العاصمه صراحه. في ملعبهم الجديد يعني هاي يمكن غصه في افتتاحيه حلوه ومهرجان بالنسبه للعين. الظفره كان حجر عثره بالنسبه للعين. لا بس هو تذكير ان الشرقيه ترى في غربيه، واحنا مثل ما هم عندهم قوه نحن نصدهم. الظفرة مش من اليوم بس، الظفرة من أول الموسم مقدم مستوى أحسن أكثر من جيد، وإن شاء الله إن شاء الله النهائي في الكأس إن شاء الله. أباك تعلق على هدف ديوب اليوم. يلا مكنت ديوب، يتقدم مكنت. يا رب يا مكنت متعني. هناك مشاهدين الكرام، من تحدث عن خروج بعض المشجعين عن النص في مباراة العين والظفرة ورمي أحدهم بقارورات المياه المعدنية، وبالطبع نحن ضد هذه التصرفات اللي قد تضر المشجعين أنفسهم واللاعبين، ولكن نحن في برنامج الجماهير أيضا خصصنا نقد بناء عن التفتيش في ملاعبنا وتصرفات بعض الجماهير السلبية، وهي الفقرة اللي احنا نسميها بوح الكاميرا مع سلطان البادي وفيصل الجاسم.
انت الحين متضايق وزعلان انه ما دخلوا لك هذه الاشياء الممنوعه الى ارضيه الملعب. يا اخي عيش التصور وتخيل لو دخلت هذه الاشياء الممنوعه الى ارضيه الملعب، شو بيكون خطرها عليك وعلى المجتمع اللي حولك؟ شفتوا كيف؟ أن القوانين لم توجد إلا للحفاظ على سلامتنا وصحتنا في الملاعب، فلا بد أن تكون عندنا ثقافة لاحترام هذا القانون، وأن نساعد رجال الأمن للحفاظ على الصورة رائعة بلا خدوش. كان هذا بوح كاميرتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام، نتمنى أنكم استمتعتوا معنا. شكرا طبعا لسلطان البادي وجاسم فيصل الجاسم على هذه اللفتات الطيبة اللي احنا دائما بنعيشها معاهم باستمرار من خلال بوح الكاميرا، واكيد ننتقد الجوانب اللي موجودة طريقة البيئة ونوجه من خلالها رسالة لكل الجماهير اللي الاخلاق اللي يجب ان تتحلى بها جماهير ملاعبنا. اكيد مشاهدينا جماهير الامارات كانت